المقصود بالاستعلاء هو كل صور التمييز التي تفرق بين البشر بحسب خصائصهم، بحسب ملامحهم، بحسب انتماءاتهم، حين نفرق بين الذكور والإناث، ونفرق بين الكبير والصغير، ونفرق بين الغني والفقير، ونفرق بين الناس بحسب انتماءاتها العائلية والقبلية والعشائرية وحتى ربما المكانية، وأيضا انتماءاتها الدينية وربما مظهرها الجسدي. كل هذا ينضوي تحت ما يسمى بالتمييز القائم على الاستعلاء. نحن نستعلي على بعضنا البعض بما نتصوره أننا أفضل وغيرنا هو الأسوأ. يعني نقدر نقول ثلاثة أنواع من الاستعلاء. استعلاء بدائي، وأنا أطلقت عليه هذا التعبير بدائي لأنه يميز بين الناس بمقتضى ما لديهم من بعض الصفات الجسدية والاجتماعية البسيطة أو حتى الخصائص الاجتماعية، أن الذكور يبقوا أفضل من الإناث، أن الكبار أعلى مقاما من الصغار، أنه يبقى العائلات مش يعني هناك عائلات عريقة، هذا البدائي أقل عرقة إلى آخره. هذا هو البدائي. النوع الثاني اللي بدأ يحدث وهو الاستعلاء الطبقي المرتبط طول الوقت بالمباهاة بما لدينا من حظوة اقتصادية. النوع الثالث وهو هذا هو الأخطر والذي هو يقع يدخلنا إلى جوهر القضية اللي حضرتك بتثيرها، هو الاستعلاء بالدين. أي أنه بمقتضى الانتماء لدين معين أنا أشعر بالتفوق على باقي البشر جميعا بمختلف انتماءاتهم، حتى بما في ذلك أصحاب الديانة التي أنا أنتمي إليها. فهناك عصبة دينية أو جماعة دينية تدعي لنفسها أنها أكثر تدينا وأكثر قربا من الله وأكثر تقوى، وبالتالي فعليها الحق في أن تفرض وصاياتها على الآخرين باسم هذه العلاقة الأبدية مع الله، وبالتالي هذا هو الأخطر على الشعوب.